فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. نحكيو على نجم متلاوي، نحكيو على المدرب نتاعو السابق، خلينا نقولوا محمد الكوكي، بعد ما تم اعلان البارح اتفاقه مع نادي الطائي السعودي اللي درب في اللي ينشط في الدرجه الاولى السعوديه او ما يعادل القسم الثاني في تونس. معنا بالتليفون محمد الكوكي المدرب، نحكيو معاه تفاصيل الانتقال هذا. سي محمد اهلا بك. مرحبا بك، سلام والحمد لله على سلامتك خويا، ربي يخليك. مرحبا بكل السادة المستمعين. عايشك كوتش باهي. كوتش، لو كان تحكي لنا البارح على تفاصيل الانتقال هذا، كان مفاجئ شويه، خاصه كنت في المتلوي قبل ظهر لي 10 ايام من انطلاق البطوله نسمعوا بالانتقال هذا، اعطينا شويه تفاصيل كوتش. باهي سلام، خلينا نوضحوا ساعه موضوع المتلوي. انا ما كنتش في المتلوي، انا صحيح المدرب السابق النجم المتلوي، اعطيت كلمه انا النجم المتلوي والهيئه الكل تعرف معناتها الشيء هذا، ملي كملنا اخر مباراه في الكاس في الموسم الماضي قلت لهم اذا ما فماش عرض من فريق كبير ولا عرض باهي معناتها خارج تونس، راني في تونس مانيش باش ندرب كان نجم المتلوي. وبقينا على اتصال صحيح، تعرف نجم المتلوي عنده امور ماديه صعيبه برشا، كسوا المستحقات المتعلقه بالموسم الماضي، كسوا الجهاز الفني ولا اللاعبين، كيف على مستوى الانتدابات. قلنا نحبوا نعملوا ان بون ديبار باش نجموا نلعبوا لي بريمير رول، علاش ليه؟ وهذا اثبتناه معناتها الموسم الماضي، سيرتو في بعد الكونفينمون نجم المتلوي تقريبا في المركز الرابع، معناتها قلنا علاش ليه؟ اذا الظروف تكون طيبه جو سوي معناتها بري باش نواصل، لكن ما وصلتش معناتها ما مضيتش عقد وما طلعتش حتى المتلوي، ما رانيتش معناتها فهمت. كنت تراني بالتليفون هكا كوتش صحيحه؟ نعم كنت تراني بالتليفون صحيح هكا، انت كنت في الحصص. نجم المتلوي فريق كبير وفريق عريق، في عندنا المساعد نتاعنا المساعد الثاني هو اللي باشر التمارين، وهذا راهو معناتها برضا الهيئه المديره. وانا ديدي قلت لهم اذا كان تشوفوا لي الحاجه هذه تقلقكم ولا كذا، خاطر انا ما عطيتش الكلمه، وكما قلت لك ما نحبش نعاود نفس الكلام اسلام. اعطيناها بروجرام قاعدين نتبعوا، كسوا على مستوى الانتدابات ولا البرنامج نتاع الخدمه قاعدين نتبعوا مع الادجوان، مي اوفيسيالمون ما كنتش انا المدرب الاول ولا المدرب الرسمي للنجم المتلوي. هذه نقطة معناتها باش خلينا نزيد نفهموها كوتش النقطة. أنت ماكش في المتلاوي، تشرف قاعد على التحضيرات، عطيت فهمت البرنامج، كيفاش المعادلة هذه؟ ما فهمتش. سامحني باهي. أنا قلت لك الهيئة المديرة تكلمنا، قلت إذا كان ما فماش عرض خارج تونس وإلا عرض من فريق يلعب من أجل الألقاب في تونس، الأولوية باش تكون النجم المتلاوي. شريطت انه تتفضل الامور الماديه للجهاز الفني واللاعبين وتتوفر معناتها سيوله للانتدابات، تكون فما فيزيبيليتي. تعرف نجم المتلوي من الفرق اللي منظمه برشا في تونس، والناس الكل تعرف، ما عادش سر انه الممول الرئيسي لنجم المتلوي هو شركه فوسفات قفصه. كان فما مبلغ مالي معناتها واضح يتدفع للنجم المتلوي، فما قسط ياخذوه من الاول وفما قسط شهريا ياخذوه. دونك كما كانت فما فيزيبيليتي، وتتذكروا الناس الكل عملنا ثلاث مواسم معناتها قبل من اعلى تراك على خاطر الامور كانت منظمه. قلت انا اذا كان الامور ترجع كما كانت راني موجود ونعاود، اذا كان الامور ماهيش واضحه راني مانيش باش نكون انا المدرب الاول، وعندكم الحريه يا اما تستناو معناتها حتى تتوضح اموركم انا موجود، والا تعاقدوا مع مدرب. دونك ما صارش هذا، معناتها الامور الماليه ما توضحتش اللاعبين والا ستاف تكنيك هكا. اي بالضبط ما توضحتش، ما بارامون دفعوا لهم قسط، لكن القسط هذا ما نجموا يعملوا به شيء، تقريبا مشاو للفنادق واللي فورنيسور، بون هذوما دي ديتاي ينجموا للاداره تحكي عليهم، مي ما خلصوش كسوا للملاعبيه نتاع الناول ولا ستاف تكنيك ولا ميم حتى لي كات ولا لي سانك جوار اللي خذاوهم لتوا معناتها صح. جوستومون السؤال الجاي كوتش، الملاعبين اللي جاوا انت عطيت فيهم كلمه، انت اشرفت عن ادابهم ولا لا؟ هي بالطبيعه بالتشاور مع الهيئه المديره واعطيتهم لوكيا. شوف اسلام، انا علاقتي بالمتلوي راهو هذا قلته قبل ونزيد نعاودها، ماهيش مجرد علاقه مدرب فريق، معناتها فما ثقه كبيره من الاطراف الكل تفهمنا انه باش نجم المتلوي باش يحاول يطيح الماتش الريال السماء، يحاول يعمل انتدابات مع تحسن امكانيات الفريق وصعوبات اللي يمر بها، وانتدابات على اكثر من موسم. تقريبا خذوا خمسه من اللاعبين اللي معناتها كانوا استجابوا للشروط نتاع الفريق هذا، ونحبوا ولا نكرهوا لاعبين قيمه ثابته وعندهم معناتها خبره في الرابطه الاولى، ونتحمل مسؤوليتي بالرغم اني انا مانيش موجود، لكن الانتدابات اللي صارت لتوا الكل انا نتحمل مسؤوليتها، وانا متاكد اللي اللاعبين هذو مش يعطيو اضافه لنجم المتلوي. كما قلت لك بتاتر حاجه غريبه شويه انه مدرب ماهوش سير باش يعاود وهو يشرف على الانتدابات،
هذا ليأكد انه علاقتي بنجم المتلوي ماهيش مجرد علاقة بمدرب الفريق كي سواء بالهيئة ولا بالجماهير. هذا اللي خليهم كوتش متغشين عليك شوية، اعتبروك انك تخيط بالفريق قبل قلت لك 10 ايام. لا لا مش صحيح، مش صحيح. هذا الكلام سمعته البارح في اكسبريس افام، وكان شو اسمه حافظ ترابلسي المراسل نتاعكم في قفصة يقول في كلام من نوع هذا. الكلام هذا غالط، وتنجم بعد ما تعلق من عندي تتصل بمسؤولي النجم المتلوي. كان يعرفوا في العروض الكل، انا جاوني 6 عروض منهم عارض معناتها من فريق كبير في تونس، والعروض اللي برا الكل يعرفوها، ما فما حتى ديتاي ما يعرفوه. وقت اللي ولات الامور تقريبا رسميه علمتهم، قلت لهم راه بنسبه 90% مش ننتقل خارج تونس. بعد كي صار الامضاء علمتهم قبل حتى ما يطلع الخبر في وسائل الاعلام. دونك هذه نقطه مهمه جدا، ونشكرك على السؤال. وكانوا متفاهمين معناها ما فماش حتى اشكال، معناها هكا ما فما حتى اشكال. وكما قلت لك تنجم تتاكد منهم هما مباشره. لا لا انا نصدقك انت واضح. باه كوتش، نحكيو شويه على التجربه الجديده. النادي الطائي السعودي وضعيته صعيبه في القسم الثاني السعودي، 4 مقابلات دون حتى فوز، 0 نقاط. صعيبه شويه المهمه دي في جديد لك انت. صحيح سلام. بون ما ننساوش ساعه لازمنا نقدموا نادي الطائي، نادي الطائي من اعرق الفرق السعوديه. كان عنده صولات وجولات في الدوري الممتاز، وصل تحصل على لقب معناتها من احسن يمكن 5 أو 6 فرق كي ترجع معناتها للتاريخ كره القدم السعوديه يمكن في 15 سنه الاخرانيين. صار له ان اكسيدون باركور، نزل لدوري الدرجه الاولى، بقى يتخبط تو منذ مواسم، كل موسم يحط برشا امكانيات وفي الاخر ما يطلعش. بون السنه زاد كيف كيف عملوا دي ريكريتمون باهين، فما لاعبين انا نعرفهم، فما لاعبين اغلب اللاعبين اللي خذوهم خذوهم الدوري الممتاز، فما لاعب برازيلي كان يلعب عندي عام ناول في الدوري الممتاز في ضمك زاد كيف كيف خذوه، خذوا مدرب عنده سي في قوي برشا. دونك سامبليك للفريق هذا عنده تقاليد كبيره وعنده امكانيات كبيره. بون ما مشاتش النتائج، 4 مباريات 4 هزائم اكيد ديما كبش الفداء هو المدرب، لكن انا حسب رايي خاطر بدلوا برشا الملاعبيه وبداوا تقريبا 12 يوم قبل بدايه الدوري، النتائج ما تبعتش، وهذه حاجه منطقيه بالرغم من كره القدم ماهيش علم صحيح، لكن كي ما تحضرش كما يلزم يلزمك تستنى لكل شيء. حاطين اوبجيكتيف بالطبيعه على الاكسيسيون، كي يلقى روحه معناتها بعد 4 جولات 0 نقاط اكيد دخل فيهم الشك. اتصلوا بيا قدموا لي عقد بصراحه عارض بالنسبه لي انا نعتبره مغري، ممكن اكبر عقد باش نخدم به في كاريري معناتها. تقدر انا حتى اكثر من في الممتاز مع ضمك، اكثر من الممتاز، اكثر من الممتاز بصراحه، اكثر من نادي ضمك في الممتاز، واكثر حتى من نادي المريخ السوداني. دونك وسي سي ان كونترا ان اوبجيكتيف. تعطينا تفاصيل ولا سكري يا فهمتي؟ نعم تعطينا قداش مونتون سكري؟ انا نسمع عطيتك سكوب توا. اي اي الحمد لله معناتها كيما قلت لك على المستوى المادي، خاطر في بعض الاحيان شوف واحد الفيز كوتي سبورتيف في نفس الوقت الفيز كوتي ماتريال في بعض الاحيان. اذا انا سبق وتكلمت انا وياك في موضوع كيما هكا، قلت انا ممكن حاجات اللي مازالت ناقصتني في تونس اني نمس فريق العب من اجل الالقاب. دونك ما جاتش الحاجه هذه في تونس، جاوني عروض ممكن من فرق تلعب من اجل الالقاب، لكن على المستوى المادي ما كانش العارض اللي يخليني النجم نضحي، خاصه في الظروف هذه نتاع الكوفيد والعائله باش تكون بعيد عليك. دونك خيرت الجانب المادي اكثر من الجانب الرياضي. بورتون هو ماهيش هارب كوتش، اكيد بالنتائج اللي قعدت تعمل فيهم خاصه الموسم الماضي الفريق كان شاهد الناس الكل يقدم في مستوى ممتاز جدا، اكيد باش يجي تو ولا بعد فريق كبير. صحيح صحيح معناتها كل شيء، معناتها باش نقول لك شنو السبب الحاجات اللي شجعتني على نادي الطائي انه فريق كبير ساعه، وذو العرض مادي عرض بصراحه ما نصورش اللي فما برشا مدربين. فوق قداش فوق قداش المتلوي به كوتش؟ نعم سمعني فوق قداش المتلوي؟ هكا بقول لك اعطيني الشيف اعطيني فوق قداش يا اسلام. ماهيش مشكلة حد حد هذه الحمد لله، وكا هو عقد اللي شجعني لي انا نخرج نخوض التجربه هذه. شوف والله في تونس، شوف والله انديبوندامون على امور الماديه احنا ماذا بينا نبقاو في تونس كي تم تبدا فما ستابيليتي، خاصه في الظروف هذه فهمت، يبدا فما استقرار مادي استقرار رياضي كذا، واحد ماذا به يبقى في بلاده. ونحكي بيرسونيلمون بالنسبه لي انا الحمد لله عملت ديزيكسبيريونس لبرا الحمد لله جي سوي بيان، معناتها ما عنديش مشكل على المستوى المادي الحمد لله، معناتها وكان جات الامور مستقره معناتها بالرغم من العرض له مقارنه بصراحه مش بالمتلوي معناتها بالفرق الكل اللي في تونس، ممكن حتى بالفرق الكبرى صراحه. احنا مدرب تونسي كي يدرب الترجي والنجم راه ما تتصورش انه ياخذ في برشا فلوس، كي يمشي لبرا ياخذ دي مونتون بوتيت فوا دو فوا تروا اللي تنجم تعطيهم للترجي ولا النجم ولا الصفاقسي معناتها هذايا ولا الافريقي.
هذا واقع خاصه نحكي في الظروف الماديه نتاع توا اللي تمر بها الانديه الكل. باهي كوتش خلينا من الجانب المادي، الجانب الرياضي ما تعتبرهاش خطوه تالي خاصه كما قلت رانيت في الممتاز معناها. هذاك اش قلت لك انا توا اسلام، قلت لك في بعض الاحيان واحد يبدا بين معناتها دو شوا، يا اما هو الايديال انك تكون راضي رياضيا وماديا. في بعض الاحيان خاصه كي تخرج خارج تونس اني انا باش نمشي على خاطر الاكسبلوا سبورتيف وما يهمنيش في الماده، انا جو سوي كونتر. بيتاتر نتنازل في تونس، بيتاتر في تونس يجيك فريق كبير ممكن تخيرك الجانب الرياضي والاسم نتاع الفريق او دي بوند الجانب المالي. صحيح. لكن باش تخرج خارج تونس تضحيه كما قلت لك، باش تخرج باش تخلي عائلتك، باش تبقى مشغوب عليهم خاصه في الظروف هذه. دونك فضلت بصراحه الجانب المادي. هاو باش نزيد نعطيك سكوبي، خلينا نتصل بيا نادي المريخ اللي ماخو توا تيتر بون صاير ابارامون فما شويه مشاكل مع المدرب التونسي السابق، لكن العرض المادي كان ضعيف وضعيف برشا. فهمتني سير؟ دونك ما واحد اخر بوتيتر يقول لك انا نمشي للمريخ اسم كبير انا دربته فريق نتاع القاب، فريق يلعب تشامبيونز ليج. مين انا بالنسبه لي انا سي تان شوا عملته. اون بليس الحاجه اللي تشجع بوتيتر في العقد هذا اسلام. الو اسلام تسمع فيك؟ نسمع فيك اي تفضل كوتش. اي قلت لك بوتيتر النقطه الثانيه، انت ما خليتنيش نكمل النقطه الثانيه اللي شجعتني في العقد. انه سي تان كونترا رينوفلابل اوتوماتيكمون، معناتها العقد يتجدد اليا في حاله الصعود للممتاز بامتيازات معناتها كبيره برشا. فهمت كيفاش؟ فهمتك اي. دوك هذوما الزوز نقاط اللي شجعوني بصراحه اني نخوض تجربه رياضيا. نجم يلعب على الصعود الفريق، نجم يلعب على الصعود رياضيا. شو عندك فكره على الفتيف خذيته ولا ما زلت؟ عندي فكره شويه على الاسماء. بون المباريات مش بعثوا لي ياسر الاصل تاع المباريات نزيد نشوفهم، لكن خليني نقول لك الدرجه الاولى السعوديه مغايره تماما. اي نتبع شويه القراب لبعضهم النيفو، نجم تطلع تشوف تهبط كيف كيف معناها. صحيح. معناتها موسم فيه 38 مباراه ما فماش كيب امباتابل. انا باش نعطيك هكا فكره تفهم كل شيء معناتها باختصار. انا الموسم الاول اللي خدمت فيه مع زامك في الدوري الممتاز فما فريق اسمه هجر. يعني تقريبا لليل كل الثالث الرابع معناتها كان يزاحم فينا في المراكز الاولى، وفي الموسم نزل للدرجه الثالثه. والعكس بالعكس، فما فرق تكون متاخره كما فريق الباطن الموسم الماضي كان بعيد برشا معناتها على كوكبه السعود في الفازه اللي في الفازه روتور فريمون عمل الى جراند بري بالكدا في الكلاسمون وتوا هو موجود في الدوري الممتاز. دونك دوري ما عندوش ما فماش برشا منطق وما فماش كيب اللي تنجم معناتها في كل فريق باش يتعدى سيرتينمون على 38 مباراه، كل فريق باش يتعدى باساج افيد. بوتيتر النادي الطائي الباساج افيد طون ميو، انا نقول انه جاه من الاول ما يجيهوش من بعد ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. وقتاش تطلع كوتش ان شاء الله؟ والله في انتظار انه نحضروا الفيزا ان شاء الله مع التيست بي سي ار هذايا الاوبليغاتوار، دونك بين 5 ايام واسبوع ان شاء الله نكون في السعوديه. واضح. شكرا لك سي محمد، بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله لما نشوفوا السعود في اخر الموسم مع نادي الطائي السعودي، بالتوفيق ان شاء الله في تجربتك الجديده في السعوديه. وليد بن حومه يجيكم تو سويت في فلاش بورصه واقف بحذايه، ما شاء الله شد لي جول لهنا. دونك موزيكا وعد متواصلين حتى 3:30 في